التوجه يجب أن يكون نحو خلق عقلية متفردة نستطيع من خلالها السيطرة بأكبر قدر ممكن على فهم وتحليل وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهنا. الحياة ببعدها الوجودي هي خليط شائك من المشاكل التي لا حصر لها وعلى كافة المستويات وبمختلف المراحل. مدى التفكير العقلي الذي طورناه بفترات حياتنا هو ما يحدد بالضبط من نكون وما هي قدراتنا الحقيقية بإيجاد منافذ تسمح للنور بالمرور إلى المناطق المظلمة داخلنا وإنارتها بالشكل الكافي. البقاء ثابتاً وعدم الاستسلام والرضوخ لتلك الشجون ذات التأثير السلبي هو ما يمنحنا القدرة على المقاومة. فلنسعى بتطوير وتحسين مهارات وجودنا الأساسية بدلاً من الحيرة والبكاء والحزن أثناء مواجهتنا للمتاعب، وخلق بيئة إيجابية ستشعرنا بالرضا وتمدنا بالقوة اللازمة للمحافظة على استمراريتنا بالصورة الصحيحة. فتصميم الحياة هكذا، وهذا هو قدرنا. فليكن توجهنا نحو طريق أقرب بإيجاد الحلول لمشاكلنا، ولنتخلص من آلامنا سريعا فلا بديل. ليس هنالك حل آخر. محطات التوقف الطويلة تسرق وقتنا المحدود. فلنستفد من العبر ولنمضي بطريقه.